قرار موريتاني مفاجئ مع المغرب. مرحبا، معكم أبو البيس باسل شويك. إن شاء الله تكون بخير يا جماعة، بصحة وبسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نحكي عن القرار الموريتاني المفاجئ مع المغرب، وأيضا عنا موضوع تاني يلي هو التحرك ليبي بخصوص الاتحاد المغاربي، وعنا تقرير جميل جدا رح نراه هلأ. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، نضل دائما تواصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر. خلينا نبلش الفيديو. خلينا نبتدي بالتقرير الجميل يلي هو ترتيبات لافتتاح قنصليات جديدة في الأقاليم الجنوبية المغربية بعد السنغال. شو القصة يا جماعة؟ كشفت مصادر مغربية مطلعة عن ترتيبات تجريها بعض الدول الأفريقية والعربية لافتتاح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمغرب. وقالت المصادر في تصريحات لسبونتيك إن اتصالات بين الخارجية المغربية وبعض الدول العربية والأفريقية تجري في الوقت الراهن، ومن المرتقب أن تحدد تباعا الدول التي ستفتح قنصلياتها عقب افتتاح قنصلية جمهورية السنغال الاثنين المقبل. شو اللي بنفهمه يا جماعة؟ هذا التقرير بيقول انه في ترتيب لقنصليات عديدة رح يعلن عنها بعد قنصلية السنغال يا جماعة. يعني هلأ نحن بعد السنغال رح نعلن ان شاء الله. هذا الكلام يا جماعة، هذا الكلام بالتقرير هيك عم يقول انه رح نعلن عن قنصليات عديدة وليس قنصلية واحدة بعد السنغال. رح يكون في مجموعة من القنصليات يفتحوا مع بعض داخل الصحراء المغربية. اكتبوا لنا بالتعليقات، الله يزيد ويبارك يا جماعة. الحمد لله هذا الخبر جميل جدا بصراحة، وما أجملها من عدة قنصليات في وقت واحد يا جماعة داخل الصحراء المغربية. خلينا هلأ ننتقل للموضوع الثاني اللي هو قرار موريتاني مفاجئ مع المغرب. شو اللي صار؟ موريتانيا تستغني عن الجزر المغربي وتحد من استيراد الطماطم. تستعد الجارة الجنوبية موريتانيا للاستغناء عن بعض المنتجات المغربية والتقليص من استيراد أخرى بعد أشهر من إطلاق حملة لتعزيز إنتاجها الداخل من الخضروات بسبب الأزمة التي خلفها إغلاق معبر الكركرة. ونقلت وسائل إعلام موريتانية أن وزارة التجارة والسياحة الموريتانية قررت وقف استيراد مادة الجزر والسماح باستيراد حمولة شاحنتين فقط يوميا من الطماطم، حمولة كل منهما لا تتجاوز 30 طن. وأوضحت رسالة من وزيرة التجارة إلى وزير المالية الموريتاني وجهتها له هذا الأسبوع إن هذا القرار يأتي بدافع تشجيع المنتوج الوطني من الخضر. ونصت الرسالة على أنه لا يسمح باستيراد الطماطم سوى لموردين محدودين وفي 5 أيام في الأسبوع، هي الأربعاء، خميس، جمعة، سبت، أحد. وتعتمد موريتانيا في استيراد الخضار على الخارج وخصوصا المغرب، إلا أن أزمة إغلاق معبر الكركرات الحدودي بين البلدين خلفت شحم في المواد الاستهلاكية الأولية في موريتانيا وخصوصا الخضر، وهو فرق لم تتمكن الجارة الجزائر من ملئه، ما دفع الحكومة إلى إطلاق استراتيجية لتعزيز إنتاجها الفلاحي من الخضار وخصوصا التي يعتمد عليها الاستهلاك اليومي للموريتانيين. يشار إلى أنه خلال أزمة توقف الحركة في معبر الكركرات نقلت وسائل إعلام صورا صادمة من الأسواق الموريتانية خصوصا في العاصمة نواكشوط، أظهرت محلات الخضار فارغة كلياً بسبب توقف الإمدادات المغربية. شو اللي بنفهمه يا جماعة؟ موريتانيا عم تخفف من أخذ المنتجات المغربية من أجل هي يصير عندها منتجات خضر ويصير عندهم إنتاج داخل موريتانيا خوفاً من بعد ما صار بمعبر الكركرات. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الكلام، وخلينا هلأ ننتقل للموضوع الأخير يلي هو تحرك ليبي بخصوص الاتحاد المغاربي. شو اللي صار يا جماعة؟ أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي
أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته، مضيفا أن ليبيا ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الأشقاء بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، حسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأوضح المنفي أن ليبيا ستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول الغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات. جاءت تصريحات المنفي خلال لقائه السبت مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك في حضور وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش. وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والتأكيد على أهمية تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين. وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وما يربطهما من قواسم وتاريخ مشترك مغاربي وعربي وإسلامي، ما يحتم ضرورة العمل على تعزيز وتفعيل علاقات التعاون والدفع بها إلى الأمام. وشدد الوزير ولد الشيخ أحمد على دعم موريتانيا الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في كافة المحافل المشتركة عربيا ومغربيا وأفريقيا. نحن هلأ حكينا على تحرك ليبي بخصوص الاتحاد المغاربي، اكتبوا لنا شو رأيكم بالتعليقات. وهيك وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس نضل دائما تواصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر. إذا بدنا نسلط الضوء على موضوع هام جدا اللي هو التقرير الجميل اللي قريناه يا جماعة بعد قنصلية السنغال، وإن شاء الله هذا التقرير يقول أن هناك عدد من القنصليات سوف تفتح داخل الصحراء المغربية، يعني رح يتم إعلان عن عدة قنصليات مع بعض يا جماعة، وليس قنصلية وراء قنصلية السنغال إن شاء الله يا جماعة. نحن بفارغ الصبر بصراحة، يعني هذا الخبر جميل جدا. هذا هو المغرب يا جماعة، المغرب يعمل في صمت والحمد لله من نجاح إلى نجاح. إذا بدنا نحكي عن موريتانيا يا جماعة، موريتانيا عم يحاولوا يعملوا يحدوا من المنتجات المغربية كرمال يصير عندهم هن انتاج. بالنهاية هن الخسرانين يا جماعة، لأنه المنتجات المغربية هي أفضل منتجات في العالم وجميع الدول تشهد على هذا الكلام. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم يا جماعة، المنتجات المغربية هي الأفضل في العالم، المنتجات المغربية تتسابق عليها الدول الأوروبية، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، واليوم نحن عم نشوف موريتانيا عم تحد من هذه المنتجات. هاي مشكلة موريتانيا يا جماعة، نحن ليس علينا مشكلة أبدا، المغرب لا يتأثر أبدا، الحمد لله نحن نسير نحو الطريق الصحيح يا جماعة، الحمد لله. وهذا كله برعاية جلالة الملك محمد السادس. اكتبوا لنا بالتعليقات تحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس. وهيك وصلنا لآخر الفيديو، كل الحب والتفضيل، سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.